السلام عليكم، صباح الخير. كلنا والله عندنا أهل ونحبهم ونحب نسعدهم ونرضيهم حتى لو بالكلام الحلو اللي يدخل السرور على النفس، لكن الوضع في مواقع التواصل الاجتماعي زاد عن حده. تلقى واحد يجيب لحرمته هدية ساعة ولا يوريها أمة محمد كل أبوهم، وتستاهلين يا معشوقتي وحياتي لا تسوى بدونك. هذا الكلام تبه لها ولا لنا؟ إن كان تبه لها خلف بينك وبينها، يعني ما يحتاج إنك تطلع الناس كل أبوهم عليه. ذحين إحنا كنا نسمع عبارة البيوت أسرار، ذحين ما عاد فيها أسرار، ذحين كل شيء مكشوف على العالم. يا أخي حتى الحرمة لو سوت أكلة لزوجها أكلوا معها العالم كل أبوهم، والعيون حبيبي ولا. يا أخي أنت إذا كان في قلبك مشاعر حب وود لأهلك صادقة وتعيش الأجواء هذه بالفعل، ترك ما تلقى وقت إنك تكتب تعلم الناس كل أبوهم. الحياة هذه فيها محروم وفيها محرومة، فيها إنسان ما عنده البلاغة اللي عندك أنت عشان يطلعها لحرمته وأهله. لذلك حافظ على محبوبتك هذه، ببعدها عن عيون الناس. الناس فيهم واحد ما يقدر يشوفك كل ليلة في مول وفي سوق وفي مطعم، وده يسوي مثلك بس ما معه قروش ما يقدر يسوي شيء، وبنت ضعيفة يمكن أنها ما تزوجت، يمكن أن الله ما الله رزقها بزوج رومانسي مثلك ما شاء الله، وتشوفك كل يوم أنت وأهلك في مطعم وفي سوق. بالله ما يجي في خاطرها شيء من الحسد، والله العظيم ما لها حيلة مسكينة. حافظوا على مشاعر الناس وخافوا الله في مشاعر. تحب زوجتك توديها مطاعم، بالعكس من حقها وهذا شيء مطلوب، لكن ما هو لازم كل العالم يدرون أنك رحت المطعم الفلاني. أنت كذا ظهرت عن واقعك وصرت ما بترضي نفسك ولا أهلك، صرت بترضي الناس. تروح المطعم اللي تصويره حلو، تروح المطعم اللي فيه مكان حلو للتصوير. ليش يا أخي؟ إلى متى؟ والله العظيم إن الإنسان متى ما خرج عن واقعه أنه خرجت السعادة من قلبه. والله العظيم لو تودي أهلك أسوأ مطعم وفيه ولفة وحب وصدق، أنه أحسن من 1000 مطعم غالي تروح له عشان تصور ما هو عشان زوجتك. وبعدين والله ان اكثر الكلام اللي ينقال في السناب لو ينقال خاص بين زوج وزوجته انك ما تشوف مشاكل في الحياة، لكن هذه تمدح زوجها وتحبه وتبديله المحبة قدام العالم، وفي الخفاء تسب فيه ويمكن انها مكرهت عيشته. وكذلك الرجل، لان احنا عشنا للناس ما عشنا لنفسنا. والله العظيم ان اهلنا الاولين انه يجيب هدية تلقاها ب15 ريال ويعطيها حرمته في غرفة بينه وبينها، انها اطعم واحلى من 1000 هدية عشان الناس. شوفوه ترى أهداء زوجته، وهي شوفوها تراها والله تحب زوجها. هذا كلام فاضي، بالله إنكم تستغنون عن التصوير عشان مشاعر الناس. بعض الناس ما يقدر. إذا أنت في يسر من الحال فكر في أخوانك اللي ما عندهم شيء وأخواتك، وسلامتكم.